وللمزيد من المعلومات ينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف على الهواء مباشرة المتخصص في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد السعيد إدريس. دكتور، بداية نرحب بك، ويعني كما يعلم الجميع التحالف بين قطر إيران فتح أبواب الشر في المنطقة من خلال استراتيجية دعم أذرعها من الجماعات الإرهابية مثل الإخوان المسلمين وحزب الله. إلى أين دكتور يتجه هذا التحالف، وما هي الاستراتيجية لمواجهته؟ يعني هو طبعا الجزء من التوجه القطري نحو ايران هو مواجهه ما تدعيه بالحصار او ما تعتبره حصارا من دول العربيه الاربعه. منذ بدء الازمه بدات قطر تتحالف مع اطراف تعتقد ان لها عداوه مع الدول الاربعه، وانها حتما ستكون لها مصالح تدعم السياسه القطريه. اتجهت الى ايران واتجهت الى تركيا، ومن قبل كانت تتحالف مع جماعه الاخوان المسلمين. التحالف القطري مع ايران تحالف مصلحي، تحالف مصالح. قطر في حاجه الى دعم ايران في ظل الحصار المفروض عليها والضغوط المفروضه عليها، ولكن الخطوه يعني تاتي بخطوه. يعني التقارب من منطلق الحصول على الدعم الايراني، مواد تموينيه، يعني التغلب على الحصار، بدا يؤسس لتحالف جديد. التحالف الاستراتيجي يفوق كثيرا مساله المواد التموينيه وغيرها في الحصار، وبالتالي نستطيع ان نقول ان قطر الان اصبحت بدرجه او باخرى خارج منظومة مجلس التعاون الخليجي من الناحية الفعلية، هي عضو في مجلس التعاون الخليجي، ولكن أداء قطر ومصالح قطر وارتباطات قطر التي أصبحت تتوالى الوحدة تلو الأخرى أصبحت تبتعد رويدا رويدا عن مسار العلاقات الخليجية طيب. دكتور، الآن المتتبع للأحداث يجد أن الأصابع القطرية موجودة في أي أزمة سياسية أو أمنية تواجه دول المنطقة. هناك مصر، ليبيا، اليمن، وأخيرا الجزائر التي اتهمت صراحة بدعم الجماعات الإرهابية محاولة زعزعة وضعها السياسي. ما تعليقك دكتور محمد حول هذا السياق؟ يعني المثير في الأمر أن قطر لا تنكر يعني التسريبات التي يعني خرجت، سواء كانت يعني صحيحة أو غير صحيحة، ولكنها موجودة على يد حمد بن جاسم رئيس الوزراء السابق في قطر، بتؤكد ان قطر كانت ضلع اساسي في تمويل منظمات ارهابيه، وما زالت تدعم هذا، وما زالت تعبث بالامن العربي، وهي لم يعد يعني يعنيها وجود امن قومي عربي. هي رجعت منذ سنوات طويله الى اسرائيل وتحالفت معها مع كل المتناقضات. قطر تحالفت مع كل المتناقضات، كانت تؤسس نفسها قوه حلئيه، تحالفت مع الولايات المتحده واسست قواعد عسكريه مهمه جدا، وهي تركن الى اهميه القاعدتين الامريكيتين في قطر، وان واشنطن لم تضغط على قطر، لان واشنطن لها مصالح قويه في قطر، اكتشفت مصالح مع اسرائيل لا تقل عن مصالحها مع الولايات المتحده، تسعى الان الى ايران، تسعى الى تركيا. الرئيس التركي كان في قطر منذ ايام واعلن مواقف داعمه للسياسه القطريه. اذا قطر اصبحت لاعب مثير للشغب داخل الساحه العربيه، والامر بدا يستدعي تدبر عربي ليس فقط على المستوى الخليجي ولكن على مستوى عربي اوسع. سياسه تبحث قطر الى اين؟ يعني من المهم يعني ان نبحث في سؤال قطر الى اين؟ هل مزيد من الضغوط على قطر هو الاجدى، ام محاوله احتواء قطر مره اخرى وحلول دون مزيد من العبث في السياسه القطريه التي تؤثر حتما بشكل سلبي على دول مجلس التعاون وبالذات الدول الثلاثة الخليجية الأخرى بالإضافة إلى مصر. إذن من القاهرة المتخصص في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد السعيد إدريس، شكرا جزيلا لك.